800 عام قادمه، وصدق وصدق او لا تصدق اسحب. النشره الاقتصاديه اتبعت اسعار الاسهم في بنوكها الكثير وما جاورها امس الاثنين، حيث بلغت قيمه السهم الواحد مليون ريال. وقال خبير الاقتصاد ورجل الاعمال المعروف عطشان بن جرعان بان هذه الزياده تاتي تبعا للارتفاع الملموس في اسعار الشعير والنخالة والبسيط التي طرأت مؤخرا على المنطقة. النشرة الجوية أطلت على مدارس آل كثير الابتدائية والمتوسطة والثانوية قبل ساعات قليلة دخات من المشروبات الغازية مصحوبة بالمياه المبردة، ارتلت على إثرها الأكباد ولانت بها الحروق، جعلها الله فكرة عامة ونبع بها جميع الحاضرين. فيما قال خبير الأرصاد الجوية في المنطقة بأن هذه المكرمة لم تحدث منذ عشرات السنين، ويتوقع عدم حدوثها على طوال السنوات العشر القادمة. إعلان رابطة الزواج بالكمبيوتر، تسمعوا الإعلام إيه؟ اسمعوا الإعلام واحد منكم يسمع. جاءنا من رابطة الزواج بالكمبيوتر ما يلي: رجل أصم أقمع ما أصمع، أقمع أدنى من تم الوجه، عمره 120 سنة، يعرض نفسه للزواج ويتحدى على سيارة فيكس آر صالون 97 لمن يجد له عروس بالمواصفات التالية: فتاة عمرها من 10 إلى 15 سنة على أكثر تقدير، مديرة مدرسة راتبها لا يقل عن 10,000 ريال شهريا، وزنها من فئات وزن الريشة. للاستفسار يوجد اتصال بالمحطة الإعلامية، وعلى من تجد في نفسها الكفاءة والرغبة إرسال معلوماتها وشهادات الخبرة في ظرف مكتوب مقاسه 10 متر ب 10 متر. إليكم الآن التقرير الإخباري التالي. أعزائي المشاهدين، هذا تقرير إخباري عن دفتر أعمال السنة مشبوع بتجارب الخبراء في مجال التدريس. التقرير من المعروف لدينا جميعا أن دفتر أعمال السنة هو ذلك الدفتر الأخضر، كلكم تعرفونه طرق، أنا متأكد، أكيد كلكم تعرفونه، الذي يبلغ من الطول 30 سنتيمتر ومن العرض 21.5 سنتيمتر وسمكه 3 مليمتر تقريبا. عن هذا الدفتر يتحدث إلينا الأستاذ نابخ نفسه على الفاضي قائلا في حديثي أن دفتر أعمال السنة يعتبر من الوسائل الناجحة لحفظ سندوتشات المدرسين الخاصة من عبث بعض التلاميذ الملاذين وتعدي الحشرات الطائرة الساحبة، ولكنه اقترح على ذوي الاختصاص زيادة ورقاته لتصبح 240 ورقة، مما يعادل 8 أشهر معدل كل يوم دراسي ورقة تقريبا. من حقه ما لي شيء، صح ولا لا؟ أقول لك صح، لا تروح. وأكد على أنه ميدان واسع لأصحاب الخطوط السيئة لعمل ما يحلو لهم من التجديعات والخمسات والثمانيات، التجديعات والخمسات والثمانيات. وأضاف قائلا بأنه وسيلة جيدة لتهديد التلاميذ المشاكسين داخل المدرسة ممن يتعرض له ولسيارته المازدة 278 بالتخريب والأذى. ما تستاهل والله، ما تستاهل، باقي جديدة تمشي على ثلاث كبروس. المهم هذا ما قاله نافخ نفسه على الفاضي، ويعتذر سيادته للحاضرين عن الإطالة. وفي ختام هذه النشرة، هذا ما طاب لنا جمعه، وعسى أن يكون قد سهل عليكم هضمه. وبالهناء والعافية. تنويه: جاءنا من محطة الكثير الإعلامية هذا الخبر. قال رئيس الإعلام بالمحطة المنكوبة الأستاذ عبد الكريم سمارة بأن هذه الحلقة من الأخبار هي الحلقة الأخيرة في هذا العام، وتمنى سيادته الصحة والعافية إلى حين اللقاء بالعام الجديد. وأخيرا تقبلوا تحيات محدثكم ضايع بن مجهول، وشكرا لي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي 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 باي. كل خير. ليس لدي حديث أضيفه بعد الذي شاهدناه هذه الليلة وعلى مسرح هذه المدرسة، سوى أنني أشكركم جميعا أنتم أيها الحضور إجمالا دون تفصيل. أحيي أيضا آباء الطلاب، وأحيي أيضا أبناء الطلاب. ما لمسناه يعد شهادة فخر لمنسوب هذه المدرسة بل للتعليم عامة.
ما لاحظناه أيضا أراح نفوسنا كثيرا، ودائما الأعمال بالخواتيم. هذه المدرسة تعد من المدارس التي نعتز بها، وحفلها أيضا جاء في نهاية المطاف. زملائي هنا أجدني والكلمات لا تفي بالغرض، كلمات الثناء أجدها لا تؤدي الغرض. جهود مضنية ومدير فاضل سهل الصعاب، لم يكل في ساعة من الساعات أو يمل في يوم من الأيام، دائما على تواصل مع زملائه، بذل كل جهده ووفر لهم كامل الإمكانيات، فكان دورهم باركا. فلهم مني ومن أسرة التعليم كافة الشكر والتقدير. أيضا سأنقل صورة حية واضحة لسعادة مدير التعليم المحافظ عن كل مدرسة عملت نشاطا تربويا. بعض الزملاء يستحقون شهادة تقدير تحت توقيع معالي وزير المعاد، فلقد أدوا أداء حسنا وأنتجوا إنتاجا طيبا. لا يظن الزملاء أننا نحقهم حقهم، بل بالعكس نشيد بهم في كل محفل وفي كل لقاء. فهم الذين احتملوا الأمانة فكانوا أهلا لذلك، وهم الذين يقومون ببناء الأجيال فنعم الرجال، ولا نفيهم حقهم مهما كنا من كلام. زميلنا أيضا الأستاذ علي عبد باجني أحد المعلمين بهذه المدرسة، وهو من مدينة القنفذة، تلك أو المدينة الساحلية التي تقع على شاطئ البحر الأحمر، فيها من الشعراء والأدباء من لهم باع طويل واحتلوا الصدارة في النوادي الأدبية. هو ذاك، هو هذا من أولئك، جاد بقصائده وأخرج إخراجا طيبا في هذا المسرح. أجدني أيضا أرفع له شكر زميلي الأستاذ سعد أحمد ناصر الذي قال عنه حديثا كثيرا، وقال عنه إنه مكسب لهذه المدرسة ولغيرها من المدارس. أيضا باسمكم جميعا أشكر زميلي الأستاذ أحمد محمد الكبير مدير هذه المدرسة، أو بالأحرى مدير هذه المدارس الثلاث. كما أسجل أيضا شكري وافرا لزميلي وكيل هذه المدرسة الأستاذ علي أحمد القرن. بالأمس القريب كان بمدرسة ابن خالد، ولعل من حضر نسبه ضمن منسوب تلك المدرسة، لا، باعتبار جهوده التي قدمها بحكم انتمائه، وهو اليوم هنا بحكم انتمائه وبحكم عمله. ترونه مع زملائه يرشد ويوجه ويبذل العطاء. له أيضا مني الشكر والتقدير لكل مدرس بهذه المدرسة بطاقة شكر وتقدير واعتذار على جهوده التي قدمها. لزميلنا أيضا الجندي المجهول
مدرس التربية الرياضية كل حب وكل تقدير وكل احترام. لأبناء الطلاب الذين برزوا وبدون مدرس في التربية الفنية الشكر والتقدير. ما وجدناه عمل يشكرون عليه، وكان العمل عملهم وبدون معلم لظروف تعلمونها في معلم التربية الفنية ونقص شديد. أيضا لكل من ساهم من الأهالي الذين وقفوا وقفة مشرفة فتفانوا في خدمتنا جميعا بتوجيه من شيخ آل كثير الشيخ محمد أحمد الكثيري. أيضا لا يفوتني أن أشكر جندي مجهول عمل وكيلا للمدارس الثلاثة واحتمل الثقل على كاهله، زميلنا الأستاذ محمد أحمد الكثيري أيضا فله جهود بارزة وأنا بالميراث عشتها معه. للجميع تحية. أيضا قد ننسى ونتناسى أحيانا من هم إلى جانبنا من رجال الأمن. في الحقيقة ترونهم معنا في كل محفل، يتواجدون بيننا ومعنا لتسهيل مهمتنا جميعا، وهم رجال الأمن. وأخص بالشكر شرطة سبت شمران الذين دائما أجدهم في كل محفل معنا وبيننا. وبالأمس القريب أيضا تواصل مسؤول الشرطة هنا مع مدير الشرطة بمنطقة القنفذة حول شكر وتقدير لأفراد الشرطة لقاء ما قدموه من القبض على المجهولين الذين قد يقضون مضاجعنا في بعض الأحيان. لا أطيل عليكم، هناك جندي دائما معنا وبيننا يعيش معنا كل همومنا يدفعنا دائما للأمام، رئيس مركز العرضية الجنوبية. له مني ومن أسرة التعليم كل تحية وكل تقدير وكل احترام. أنقل لكم أيضا إخوتي ورفاق الدرب تحية مدير التعليم إبراهيم بن علي الفقيه الذي قال لي وهمس في أذني بودي أن أكون في كل مدرسة وأحقق رغبة الوزير عندما قال أريد أن تكون المدارس دائما تلبس ثوب عرس جديد. ولكن حال دون ذلك سفره إلى القصيم باجتماع مع معالي الوزير ضمن مدراء التعليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمر خادم الحرمين الشريفين. ثاني نهضتنا وقائد مسيرتنا وصانع التعليم في بلادنا، كما أسأل الله أن يطيل في عمرنا إلى ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز وسمو النائب الثاني الأمير طارق بن عبد العزيز. لكم أيضا أيها الجمهور تحية، للآباء الأفاضل تحية حب وتقدير، لأبناء الطلاب فردا فردا لكم الشكر، الشكر كل الشكر لكم. من أجلكم حضرنا ومن أجلكم دائما نتواجد. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سعادة رئيس مركز العرضية الجنوبية بالنيابة، سعادة رئيس مركز الإشراف التربوي بالعرضيتين، الإخوة المشرفين له، فساعة الجود لا يبخل بإكرامي، فمرحبا ألف يا من هاهنا وصل تحية عطفها كل وريحاني. حولنا الكريم، يطيب لنا في هذه العجالة أن نشكر سعادة رئيس مركز الإشراف التربوي على هذه الكلمة التي نعتبرها وسام نفتخر به في كل وقت وحين. ثم ندعو سعادة رئيس مركز العرضية بالنيابة وسعادة رئيس مركز الإشراف التربوي ليتفضلوا
بتقديم الجوائز التي أعدتها المدرسة لبعض زوارها وأحبائها والمتعاونين معها، وإن دلت على شيء فإنما تدل عن شكرنا وتقديرنا لهؤلاء، وإلا فهي لا تدري بالغرض الذي نقبو إليه. وأول من يتقدم لاستلام الجوائز قبل أن يسلمها لغيره سعادة رئيس مركز العرضية الجنوبية بالنيابة الأستاذ عتيق القناة النبيعي. الجائزة الثانية للأستاذ عبد الله بن سليمان بن حباب رئيس مركز الإشراف التربوي بالعرضيتين. أبت إدارة المدرسة إلا أن تكرم مشايخ القبائل الذين شاركونا حفلنا هذا، وعلى رأسهم الشيخ الوالد محمد بن أحمد بن رضوان. الشيخ محمد عبد الله بن سدران العمالي الذي تواجد معنا عصر هذه الليلة ثم غادر للظروف يتسلمها نيابة عنه الأستاذ أبو حبيب عبد الله فليتفضل. المشرف التربوي الأستاذ الفاضل والأديب والشاعر سعد أحمد ناصر. المشرف التربوي النشيط الذي نهض بالرياضة ومنسوبها إلى ما تطبو إليها الأستاذ أحمد بشير. القائم بأعمال شرطة سبت الشمران الرقيب طمان محمد العامري. ثم فضلت المدرسة بل أحب التكريم رؤساء المصالح الحكومية الذين شاركونا حفلنا هذا، ومن الذين حضرها هنا عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بذريبان الوالد الغالي أحمد علي محمد القرني. المشرف على المراكز الصحية بالعرضية الجنوبية الأستاذ علي الكبيري. القائد الكشفي ناصر عباد القرني. القائد الكشفي سعد أحمد متعب. القائد الكشفي مهدي علي. وعرفانا من إدارة هذه المدرسة للأستاذ الفاضل علي القرني الذي كان أحد المعلمين بها قبل أيام القلائل، ثم انتقل إلى مدرسة آل انطاع رأس المدرسة تكريمه فليتفضل.
الاشتغال الابتدائية والمتوسطة والثانوية الأستاذ عبد الرحمن سليمان حبان القرني. وهناك نخبة من مدراء المدارس مثلوا يد العون لهذه المدرسة ووقفوا لجانبها في هذا الحفل، ومنهم مدير مدرسة سبت شمران الأستاذ سعد. مدير مدرسة المنتدى الأستاذ موسى علي عارف. وهناك مجموعة من الآباء الأفاضل تواجدوا إلى المدرسة منذ أن علموا أنها سوف تقوم حفلا ختامي، وبذلوا كل ما في وسعهم ماديا ومعنويا، فرأت إدارة المدرسة تقدير جهودهم بهذه الهدايا المتواضعة. وعلى رأسهم الوالد بعثوث عبد الله من قرية آل بعثوث. الوالد عبد الله سعد حيان من قرية العتمة. الوالد علي سعد حيان من قرية آل خريج. الوالد شبرين عبد الله من قرية الوقت. الوالد حميد عبد الله السعيد من قرية الأفاضع. الوالد محمد مناع سالم من قرية آل بعثوث. الوالد سهلان عبد المطلب من قرية الوقت. الوالد عبد العزيز عبد الله من قرية الوقت. الوالد عارف عيسى من قرية الأصادعة. الوالد محمد علي غيب الله من قرية فراق. الوالد علي مناع سالم من قرية آل بعثوث. الوالد عيسى عبد الله أحمد من قرية منفى. منيفة. الوالد حسن غيب الله من قرية العتمة.
وبالقتال نعتذر من جماهيرنا إذا حصل أو صاحب الإطالة ملل أو نقص وخلل، فلا ندعي الكمال وإنما هذا جهد المقل، فنرجو منكم أن تكون أعينكم عيون رضا لا عيون نقص، فما فلكل مجتهد نصيب ولكل جواد كبوة. وبإذن إدارة المدرسة نرحب بكم وندعوكم لأداء صلاة العشاء ثم تناول طعام العشاء الذي أعد لكم من قبل المدرسة والأهالي، ونرجو عدم المغادرة، وإلى الملتقى بأمسية أخرى تجمعنا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني هذا حقي ها؟ لا جيد الله هذا عقلك ليه هذا؟ اللي بجهل ليش هذا مصحف هذا ولا ايش؟ حد ياخذ حقة بوكا كاسة لا شيخ فرنسية ما لا جود لي ايش رايك؟ لا خلاص